مواقف تتوالى، والثابت الوحيد أن تركيا في السنوات الأخيرة لا تفهم إلا لغة واحدة، القوة. مؤخراً رفضت تركيا كل الدعوات لوقف التنقيب عن النفط شرقي المتوسط، لكنها رضخت أخيراً تحت ضغط لغة القوة لتسحب سفينة التنقيب الرئيس عروج بعد تهديد أوروبا بعقوبات اقتصادية. قبل ذلك كانت تركيا ترفض التهدئة في ليبيا وتصر على السيطرة على موارد النفط الليبي قرب مدينة سيرت وقاعدة الجفرة، لكن لغة القوة قلبت المعادلة بالخط الأحمر المصري. سيرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، لما نيجي نقول للقوات دي تتقدم هذه القوات ستتقدم. قضية القس الأمريكي برونسون هي الأخرى شاهد حي على فهم أردوغان جيداً للغة القوة، حيث غير الشهود أقوالهم وتم الإفراج عنه سريعاً بعد تهديد أمريكي بفرض عقوبات صارمة. أما قضية الطائرة الروسية فما تزال عالقة في الأذهان يوم اضطر أردوغان إلى الاعتذار لبوتين بعدما كان تعهد أنه لن يعتذر. وحدها الدول العربية غير القادرة على استخدام لغة القوة تبقى هدفاً سهلاً للسياسات التركية.